الخجل نقيصة والحياء فضيلة، وفرق كبير بين الخجل وبين الحياء. الحياء من الإيمان، أما الخجل من تربية قاسية، من تربية كلها شتائم وضرب وإهانة. هذه التربية القاسية التي يسلكها الآباء مع أبنائهم من نتائجها الوبيلة أن هذا الطفل ضعيف الشخصية، يخجل أن يتكلم، وقد يصاب بحبسة في نطقه، التأتأة من خوفه. فالأب القاسي الذي يسارع في ضرب ابنه وشتمه أمام إخوته أو أصدقائه، هذا الطفل يتحطم، فلذلك لا يستطيع أن يقول كلمة. أحياناً يجبن عن أن يطالب بحقه، يجبن عن أن يدافع عن نفسه. فالأب الذي لا يعرف أصول التربية، والأبوة كما تعلمون مسؤولية، قد يسبب لابنه متاعب كبيرة جداً حينما يكبر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أثر التربية القاسية في الطفل قد تستمر نتائجها إلى سن متأخرة جداً. فضعف شخصية الطفل، خوفه من العقاب، أحياناً يكذب والكذب من نتائج القسوة، أحياناً يركن إلى أصدقائه، وأصدقاؤه أكبر خطر عليه، لأن تأثير الصديق على صديقه يزيد عن تأثير الأب والأم والإخوة الكبار والأخوات الكبار والمعلم والشيخ. تأثير صديق على صديقه يزيد عن تأثير كل هؤلاء مجتمعين. فيا أيها الإخوة، ساعة غضب، ضرب مبرح، إهانة، شتيمة، دائماً يشتم الأب ابنه: أنت غبي. وقد يكون ذكي جداً، بس كلمة غبي حطمت معنوياتي. التقيت بعالم كبير في بلد إسلامي يحمل أعلى شهادة، وله إنتاج كتابي ودعوي كبير جداً، أقسم لي بالله أن سر تفوقه، وهو في قرية من قرى حمص، سر تفوقه أنه له قريب غير متعلم، قال له مرة وهو صغير، قال له: أنت يا بني سوف تكون عالماً كبيراً. كلمة ملأت نفسية هذا الصغير ثقة بنفسه. حدثني طبيب يعني له ابن، فمن أجل أن يحثه على أن يكون طبيباً قال له: الخطاط الفلاني من كبار خطاطين سوريا تقدمت به السن، وأخاف أن يتوفاه الله دون أن يكتب لك لوحة الطبيب فلان. فهو في الصف السابع ذهب إلى الخطاط وكتب لوحة الطبيب فلان الفلاني، وضعها في غرفة ابنه. فهذا الطفل الصغير يستيقظ فإذا اسمه طبيب: الدكتور فلان، الدكتور فلان، والآن من كبار أطباء دمشق، مختص بالعمود الفقري. يعني كلمة تشجيع، كلمة ثقة ترفع معنويات ابنك. لكن لا تنسوا أنه الفضيلة وسط بين رذيلتين، في خجل وفي وقاحة. فالجرأة وقوة الشخصية بين الخجل كنقيصة وبين الوقاحة كنقيصة.